معنا التيك توكر واليوتيوبرز هاجر. انا شخصيا كنت نتمنى على انني لو كنت نجي نصور مع هاد الشباب باش نشوفهم قدامي. شباب جميل تيديروا افلام قصيره. تيك توكر هاجر تدير افلام قصيره واكيد انكم شفتوها. ما كاينش اللي ما شافش هاجر وهي تتمثل دور بوليسيه، بنت الشعب، بنت الحومه، تتعيش مع الدور وتتبين الواقع ديال المجتمع. انا معايا هنا شباب كنا نفضلوا على قناه الشعب، قناه شوف تيفي، نبينوا شباب مبدع، شباب كيعطي واحد المثال جميل جدا، شباب اللي كينتج افلام قصيره لذاته راسو وبمواضيع من وحي الواقع. لكن للاسف الشديد ها هي هاجر، جينا على ضربه ديال هاجر. هاجر تضربات فوجها، شكون يضربها؟ صديقة العمر ديالها اللي كانت تتناس معها فراش واحد وتتلبس معها نفس اللبس، تعدات عليها وضرباتها، ما رحمتهاش بدون رحمة أو شفقة. سالات حياة ديال هاجر. هاجر أنا تنتكلم معها في كواليس قالت لي كنت باغي ننتحر لأنني ما توقعتش أنها غادي تضربني. باش ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، نخليكم مع هاجر لأن أنا شخصيا شي تنشوف هاجر قبل ما تضرب ودابا، وهاجر اللي عرفناها في اليوتيوب، وهاجر اللي شفناها في الفيسبوك ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي هاجر اللي اليوم ضربات اللي تنشوفوها انها محبطه وهي ام لجوج وليدات. هاجر شنو واقع؟ السلام عليكم خويا. اش وقع لك اختي؟ اش وقع ليا؟ انا كنت صاحبه مع واحد البنت، كنت كنعتبرها اكثر من اختي، صديقه ديالي، وكنعاود لها مشاكلي وكنشكي عليها، كنحط عليها الراس. هاد البنت هذه كنعرفها ملي كنا باقيين صغار. عمر هذا عرفتيها؟ 2 سنين ولا 9 سنين، راه شحال هادي. كتجي عندي لدارنا، كتبات معايا، كتنعس حدايا، كتلبس لي حوايجي. حوايجك تلبس؟ حوايجي كتلبسهم. راه كنهضرش، كتبقى معايا 4 ايام 5 ايام في دارنا. صافي السيده هذه انا من بعد ما تزوجت هي ما بغاتنيش نتزوج. ما بغاتكش تزوج؟ هي ما تصغر. انا ملي تزوجت هي بحال حقدت عليا، شافتني درت وليداتي وتزوجت باقا صغيره، ما عرفتش انا الحد. انا بغيت نعرف هذيك السيده علاش ضربتني، ما عرفتش. صافي هي من بعد كانت كتجي لعندي كتقول لي وانت، كنقول لها شوفي انا عايشه مع هاد السيد راه في العذاب. كتقول لي ماشي، كتقول لي صبري عندك جوج وليدات دابا ربي يحن غير بشويه بشويه، هذا راه اي وحده كيكون عندهم. لا كتقول لي صافي خرجي من الدار، ما عندك ما ديري، طلقي. طلقي بعدي من هاد السيد، اجي للدار. وهذا حنا كنا بخير شحال هادي، علاش انت مشيتي اختاريتي الزواج؟ بغيتي تقتلي راسك وانت باقا صغيره؟ بغيتي. المهم انا ما بقيتش كنتسوق ليها حيت انا وليت كنشوف غير وليداتي. من بعد هادشي هذا كامل كتب عليا المكتب وطلقت. صافي طلقت، هزيت وليداتي، طلقت اصلا بسبب الغدر. انا كندير انا كندير الثقه في البنات، كنحسبهم اكثر من خواتاتي، وكنعاود لهم مشاكلي حيت انا قلبي بيض، كان كيسحب ليا كلشي. كاع البنات راه بحالي انا، راه كانت عندي ابار هذه، كانت عندي واحد البنت درت فيها غير خير ودخلتها وغدراتني مع بات ولادي وتزوج بها دابا بسبب الغدر. هذه البنت هذه انا اللي انا هي السبب ديالي باش دمرت راسي براسي. والله ياخذ فيهم الحق بجوج. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. صافي طلقت انا، هزيت وليداتي، باقا صغير، باقا طفله، راه تزوجت انا عندي 16 17 18 19 18 تفارقت معاه عندي 18 العام، وعندي جوج وليدات باقيين صغاري، يعني قدي راه باقيين كيقراو، باقي كيديروا بزاف د الحوايج. صافي زيد دوك الوليدات، مشيت لدارنا. ماما كتقول لي يا بنتي بزاف عليا، انا جوج وليدات انا كي غندير لهم المصروف، وماما حتى هي الوالد ديالي الله يرحمه مات وتزوجات وطلقات، فهمتيني. صافي انا بديت كنشوف راسي انني باقا صغيره، يعني خصني ضروري نخرج نخدم على وليداتي، حيت الا ما خدمتش انا وما صرفتش عليهم وما وكلتهمش راه ما كاينش شكون اللي غادي يصرف عليهم. عندي جوج وليدات باقيين صغار، هزيت المسؤوليه وانا باقا صغيره. خرجت ومشيت كنخدم هذا، لقيت داكشي اللي غنخدم في قهوه ولا غنخدم من هنا ما غاديش يوفر لي داكشي اللي انا غادي ندير على وليداتي، واش فهمتي؟ وخصوصا في هذا الوقيته كلشي ولا غالي، المصروف ولا غالي، كلشي ولا غالي. يعني عندي جوج وليدات خصني نضرب جوجهم المدرسه، يعني ماشي زعما التحضير، جوجهم المدرسه خصني ناخذ هذا وخصني ناخذ هذا وخصني نكسيهم وخصني نوكلهم. هذا ما معطيني ماما هذا، وناس نخرجها وما يبغي شي حاجه، وانا ما عنديش كي غندير، ضروري خصني نوفر لوليداتي داكشي اللي باغي. نعم صافي انا هاد السيده هذه من بعد دخلت لها الدومين ديال افلام قصيره في تيك توك، لقيتي بواحد الشباب، رجعت انا وياها كما كنا صحابات. هي خرجت لواحد الطريق، انا من بعد ما تزوجت ولا سمعتها خرجت لواحد الطريق، مشيت لهي ضربات لي يديها ولات كامله من هنا حتى لهنايا. السيده ولات خرجت لواحد الطريق اللي هي خايبه ولات مبليه. انا صافي وليت كنبعد منها، انا عندي وليداتي، واش انا خصني نصرف على وليداتي ولا خصني نمشي نجلس مع الدراري هنا ومشي نخرج من هنا ومشي نسد هنا ومشي؟ لا انا خصني ولادي ندخل عليهم مصروف حلال، ماكله حلال. عندي وليداتي راه في اي لحظه يقدر ربي يعاقب لي وليداتي، يقدر ولادي يموتوا لي، حيت راه الزينه راه خايبه، تقدر تجيك في صحتك، تقدر تجيك تحمل. انا واحد البنت اللي كنخاف الله، ما نبغيش شي حاجه توقع لي انا، نموت انا وما يموتوش لي ولادي. صافي مشيت طلعت لهاد الدومين هذا،
خدمت منه شويه ديال الفلوس وهذا وليت بخير. هي وليت افلام قصيره وليت معروفه عند الناس كيعرفوني كتصوروا معايا الناس عيالات بوليداتهم الرجال يعني تعرفت ما بين سلا ورباط الناس يعني يزيد عليهم انايا. هي ما بغاتنيش، علاش مشيتي درتي هذا، علاش مشيتي هنا، علاش هذا، بعدي من هذا الشيء ويلاه معايا هادشي ما يجيبش لك الفلوس، هادشي ما غاديرش لك، يلاه مشيو لعند هذا. درت الفلوس بعدا مو انا هادشي اللي كتقول هي على حسب الهضره، يلاه مشيو لهنا نصح راسها راه عجبتي هذا يلاه مشيو لعند هذا غايدير لك هذا غيفعل لك هذا غيطرك لك هذا غيعطيك. انا لا، انا كنت بغيت ندير داك الشيء غنمشي لمراكش غنمشي لاكادير، جاوني عروض في قطر في امارات، انا داك الشيء هذوك الله يعفو عليهم، ماشي غير نهضر عليهم، الله يعفو عليهم والله يسمح لهم. انا ما بغيتش داك الطريق، انا كنبغي داك الطريق كون مشيت لدوك البلايص. انا ما بغيتش، قال لك الساعه ما كيبغي ساعه كيقصد الدور الكبار. انا كنبغي داك الشيء كون مشيت ليه، انا ما بغيتش داك الشيء. انا اماجه هي وليداتي، حيت انا ما بغيتش نسمح في وليداتي نفرط عليهم، حيت انا وليدي طلقوا وانا باقا صغيره عندي 6 سنين وعشت في العذاب، وبابا الله يرحمه مشى طلق وامي مشات طلقت وعشت مع مرت با، فهمتي دازت عليا شي عذاب اللي من صغري مرت نفسانيا ما بغيتش ولادي يكبروا كما كبرت انا. انا درت وليت كنفكر في الانتحار، مركم ما كانوش عندي دوك الوليدات كره درت شي حوايج اللي ما يمكنش، كنخاف الله وكنفكر بزاف، ماشي كنفكر شنو غيجي من بعد. ها انا قتلت راسي، انا درت شي مصيبه في هذيك اللي دارت لي اختها دابا اللي خارجه كتضحك عليا وكتشفى فيا وكتقول لي ما صورتي والو، علاش انا بحال هكا بحال هكا انا مريضه عندي القلب وعندي الاعصاب وعندي دقه القلب طالعين عندي الاعصاب، راه كنهضر معاك وشو يديا كترعد يعني ماشي من خاطر دير لي بحال هكا بغيتي تستفزني ما نحش براسي تنقراسي درت شي كارثه وولادي فين نخليهم، وانا اصلا ماشي ديال داك الشيء دمرت لي حياتي. قالت لك اجي بغاك شي واحد، هضرتي معايا في الكواليس وقلتيها بغاك شي واحد يلا معايا، قلتي لها انا ماشي ديال داك الشيء كون بغيت كون مشيت لقطر والامارات. قلتي لها انا دابا خدامه مع جروب تندير افلام قصيره شهر تعرفوني تحترموني الناس عزيز على الناس. لا قالت لك والله لا بقات فيك وبقات تتهدد عليك، عاودي لنا هذا الفيلم. بدات كتهدد عليا، انا كنت مخليه عندها شي حوايج ديالي كنقول لها عطيني حوايجي، عطيك تقول لي والله الا ديتيهم سيري انا غندير لك، سيري تسبني في التليفون انا غندير لك، كنقول لها شوف اختي جيبي لي غير حوايجي وسيري الله يفرقنا بلادنا وسيري الله يسهل عليك، انت اختاريتي داك الطريق انا اختاريت طريق واحد اخر، انا ماشي ديال داك الشيء سيري الله يسهل. كتقول لي والله الا ديتي حوايجك والله الا ديتي والله لا انا غنشدك غندير لك غنفعل لك، تتهدد عليا اختها. وقلت لي عندك اوديوات انها كتهددني وكدير لي وكتفعل لي وكتسبني. كملي صافي. هي هذيك واحد النهار صافي وقع نقاش اللي كتلاقاها كتقول لي انا هذيك السيده غنشدها غادي نضربها هاكا غادي نخسرها في وجهها، هي حاسه براسها داك الزين هذاك الشيء اللي كدير انا والله غنشوهها وانا غندير لها وانا غنفعل لها. هي خدات صافي انها يعني ماشي ديك لان واحد صافي طلع ليه الدم المده ديال 3 ايام هي شهر وهي كتخطط ما بينه وبين عقلها كيفاش غدير تضربني وكيفاش غدير تشدني. شهر شهر لدرجه شهر والناس كيتلاقاوني كيقولوا لي راه ولكن هادشي تا هو المره تضربت ما عرفوني الناس انا تضربت وجاو لعندي عاد جاوا قالوا لي راه كانت كتلاقى معانا. صافي هي هذيك انا واحد النهار خارج من الدار خرجت طالعة من واحد المهم واحد البلاصة بعيدة بعيدة في القرية نيت ولكن بعيدة على فين كنسكن أنا وفين كتسكن هي. أنا كنسكن في سيكتور 4 وهي كتسكن في سيكتور 5. صافي غدا شادة من هنايا مشيت أنايا شديت بتي تاكسي حطني في جهة سيكتور 6 ما حطني بحال هكا طلعت من واحد الزنقة حتى كنتفاجأ هما بثلاثة مورايا. ثلاثة شكون اللي عيط ليهم؟ أنا بغيت غير نفهم شكون هادي ولا هذا اللي قال لهم أنا فهمتي حيت هاد الخطة مدروسة حيت انا مشيت على رجلي شافوني من البنا راه شديت انا ان فخرجت من الدار شديت بتي تاكسي حطني في البلاصه اللي غنهبط انا فيها حتى كنتفاجئ طلعت مع الزنقه كنلقاهم كيتسناوني كيسينوني مورايا كتعيط ليا هكا هذا ترستي ها بحال هكاك ديك الدوره اللي كندور بدات كتعايرني هي واختها واحد البنت هما ثلاثه بيهم كيعايروني ولا ضاربيني بحوايجي دوك لابسين لي حوايجي هي واختها باش ضاربيني انايا. انا كنت كنهز الحوايج لماما وكنمشي كتقول لي خليني عندي تخبيه كنمشي نعطيها الحوايج وهذا باش فهمتيني. المهم ما علينا صافي انايا من بعد ما عيطوا لي ديك الدوره اللي غندور كنلقاها انا تصدمت انا ما قلتش انا عرفتها هي كي دايره حيت متحلفات عليا عرفتها غتضربني ما قلتش انا غتضربني بزازواره ولا هما عندهم جناوه انا ما كنتحب قلت عندهم جناوه بنات عندهم جناوه انا ما كنحسبش اللي غيضربوني حيت انا باقي ما شفتهمش وما عندهم مخبيين شدوني اجي نهضروا معاك دوروني بواحد البلاصه صافي ديك البلاصه اللي دوروني بقاو كيهضروا معايا كيسبوني كيسب انت يا حاسه براسك انا اليوم غندير لك اليوم غنخسرك غنحيد لك هادشي اللي زعما تزيد لي حاسه براسك وهادشي قلت لي غندمر لك حياتك والله غنخليك تبقاي تفكريني غتبقاي تشوفي راسك في المرايا وانا كنقول شوف اختي الله انت عزيزه عليا وهذا علاش غنوصلوا لهادشي وعلاش غضربيني فهمتي كنقول شوفي انت شديتي طريق وانا طريق زعما علاش بقيتي محلفه عليا زعما ما راعيتيش العشره اللي بيني وبينك وانا ما اديتك غير بالخير وانت غتاديني بالشر. صافي حتى كنتفاجئ ان اختها جبدات عليا جنويه والاخرى حتى هي ما عندها حتى شي حاجه هي عندها زيزواره انا ما شفتهاش مع مخبيها بحال هكا انا تلاهيتي مع دوك الجناوه وهي تشدني شدوني من شدتني الاخرى من هنا وشدتني الاخرى من جهه يديا من هكا وهي تبغي تضربني بهذيك الجنويه انا خفت على راسي درت لها بعدت يديها بحال هكا وانا ندير غير ولكن الاخرى شدني من يدي درت بحال هكا
حيت بغات تضربني في وجهي. انا ديك الكلمه اللي غنكلم جات الاخرى من اللور وهي ضربني في زوار الوجه. يا الضرب ضربني من ضربه خطيره جدا 11 سنتيمتر والضربه جات راه كبيره بزاف 11 سنتيمتر. دمرت لك حياتك؟ دمرت لي حياتي هاد السيده بزاف لواحد الدرجه ما تصورتش. انا ولادي دابا لحد الان ما بقيتش قادره نشوف فيهم. وليت كنفكر في الانتحار. كيفاش غصافي انا تضربت؟ واش انا ولادي غيكبروا غيشوفوا ماما مضروبه غنمشي في الزنقه انا غنبغي نمشي نخدم؟ الناس ما غايقولوش حق راه مسكينه راه تضربات ولا تغدرات، غايقولوا هذه شمكاره علم الله كله شنو غادي يقولوا. الهضره غادي تدور عليا هذه وهذه وهذه. غنبغي نخدم دابا انا كيفاش غنمشي غنعطي وجهي غنمشي نبغي نخدم وانا وجهي مضروب من هنا حتى لهنا راه ماشي ضربه اللي عاديه. وليت كنفكر في الانتحار. انا مرات نتساني انا بالليل ما كنعش، انا عندي القلب بالليل كنبقى نفكر في داك الشيء اللي كيوقع لي. دقات القلب كيزيدوا يطلع كنحس بديك النفس ما كنطلعهاش ودقات القلب كنكون ناعسه بحال هكا كنفيق مخلوعه كنترعد وكنبقى نقول هذا بلا مش طرج بلا مش طرج. وكنفكر في كيفاش تضربت وكيفاش توقع عليا وكيفاش صافي دمرت نفس. انا واحد الايام باش تضربت ما بقيت ما نشوف حتى شي حد المده ديال سيمانه ما دخلت لك حد كيهضروا مع دارنا وهذا مع ماما وجاو الناس العيالات الحومه ما بقيت باغا نشوف حتى شي واحد. صافي دمرت نفس ثانيا ولات يقول لي واحد الراس سيري قتليهم حيت انا ما يمكنش انا تدمرت ليا في حياتي ماشي سيري قتليهم زعما على الاساس على هذا الشيء اللي وقع ليا دابا على هذا الحكم اللي تحكموا هما هما تحكموا اللي سرق تليفون تحكموا عليه ب 10 سنين 30 سنين محاولات. الضربه هذه عطاو عليها عام هذه هذه الضربه عطاو عليها عام وعندي في الشهاده الطبيه عندي فيها 45 يوم ومحلوله اتعطات فيها عام. شمن جنحه هذه كيعطيو فيها 45 والضربه 11 سنتيم عام والاخرى خصها خرجت براءه والاخرى خرجت بكفاله. علاش انا زعما انا علاش انا ما ياخذوش ليا حقي؟ علاش زعما انا غنتدمر وانا باقا صغيره وهاد الناس هادو دمروا ليا حياتي؟ علاش انا ما كنتش بحال هكا؟ انا ما كنتش بحال هكا ما كنتش اصلا انا كنت باغا عندي مستقبل كنشوف بزاف د الحوايج باغا ندير مستقبلي كنت ندير افلام قصيره كنت باغا نزيد فيه كنت باغا نقرا على المسرح كنت باغا ندير بزاف ديال الحوايج. كنت انا كنت باغا نهضر على الشباب ديالنا كيفاش كنعيشوا كيفاش فهمتي كان عندي شي محتوى بزاف. علاش هاد السيده بغات تدمر ليا حياتي؟ وقفات لك حياتك بزاف. عندي وليداتي دمرت ليا حياتي ودمرت ماشي دمرت ليا حياتي غير انا دمرت ليا حياتي وحياه ولادي وحياه امي اللي ولات كتشوفني بحالها ومرضات. امي مرضات كتشوفني انا بحال هكا ما بقيتش كنخرج. فين غادي نخرج انا؟ راه كما هي عندها الحبس راه انا عندي الحبس في الدار. انا ما كنخرجش الماكله ما كنبقيتش كناكل كما كنت صافي ما بقيت كتحلى ليا حتى شي حاجه. انا وليت كنفكر غير في وجهي. انا من بعد ما ان انا هاد السيده حسيت بالحقره بزاف حسيت بالحقره لواحد الدرجه ما تصورتش. انا هاد السيده من بعد ما ضرباتني وتحكمت بعام وانا جاني خبر بعام انا صافي تعصبت وليت كنفكر وليت كنقول انا غنقتل راسي. كيفاش انا هاد السيده هادي عام وتخرج وغتبغي تنتقم وتبغي تقول انا اختها كانت كتهددني كتقول لي مي خرجت اصلا كانوا خرجت صراحة مؤقت قبل ما تحكم خرجت شدوا في يومين خرجت صراحة مؤقت. هاد السيده كتقول ما كانتش ما كاينش شي دليل ما كانتش. هاد السيده هادي كتسكن في القريه مشات جابت كوافوره من الواد من سلا الواد كتقول لهم بانني انا كتشهد معاها بان ما كانتش. خصهم يجيبوا اللحظات اللي انا تضربت فيها بان هاد السيده فعلا كانت تما ويجيبوا الكاميرا بان هاد السيده فعلا كانت تما اللي كتقول انا ما كنتش معاهم. كانوا محل في كاميرا هادي اختها كتقول انا ما كنتش وانا ما ضربتش. مشات جابت وحده مين انت كتسكني في القريه اش دك الكوافورات حنا ما كاينينش في القريه اش دك الوحده في الواد كوافوره في الواد اللي جايبها من الواد وانت كتسكني في القريه وسمعوا ليها سمعوا للسيده لانها كتسكن في الواد كتقول لهم كوافوره واش كاينه شي كوافوره ما عندهاش الكاميرا. قالت لك اجي تخدمي في المساج؟ قالت لي اجي تخدمي. انا ما بغيتش نمشي نخدم كاين امراض كاين بزاف د الحوايج واش انا غادي نمشي نبيع الحمي؟ هادشي راه لا يعقل. ربي عطاني الحمي انا غنمشي نبيعو؟ ما يمكنش. انا ماشي انا ما تربيتش على هادشي. انا والديا ما ربونيش على الفساد. انا والديا كيصلي وجدي كان امام ديال الجامع معروف هنايا كان امام ديال الجامع. ما يمكنش لي انا نخسر السمعه ديالي ما بيني وبين الله ما بين ولادي ونشوه عائلتي. ما يمكنش. حقدات عليك لانك ما بغيتيش تشدي الطريقه ديالها؟ ما بغيتش نشد انا داك الطريق. حقدات عليا وعلى الغدر وعلى الحسد وعلى بزاف ديال الحوايج. كتشوفني انا حيت انا اصلا كتشوف عندي مشاكل وما خرجتش لذاك الطريق حيت كنت شي وحده بحالي كنت خرجت لبزاف ديال الحوايج. داكشي اللي عانيت من صغري ومرضت نفسانيا وكنت مريضه ومتبعه مع الطبيب ديال الطبيب النفساني. انا لحد الان ديال الاعصاب راه مريضه بالقلب عندي متبعه مع طبيب القلب مع طبيب نفساني طبيب في سبيطار الراز. يعني انا مريضه بزاف هاد السيده. انا هادي وليت مريضه وليت كنفكر ما كنعش كنت خايله حدايا باغا تضربني كيبغي كنكون جالسه هكا كتهضر معايا ماما بحال جات تضرب كنبقى نقفز. يعني كبت فيا الرعب الداخل ديالي وكبت فيا الرعب. خلقات لك حياتك؟ خلقات مرضاتني في حياتي. علاش هاد السيده انا غتضربني الوجه؟ كون هي ضربتني في شي بلاصه كون هي قتلتني كاع وغنسمح ليها ولكن باش تضربيني الوجه وتضيعي لي حياتي وتضيعي لي حياه ولادي لا ما غنسمحش. الميكرو شنو تقولي لهذا النوع ديال الصحابات؟ شوفي الكاميرا. انا هاد النوع ديال الصحابات زعما واش الصحابات اللي ضربوني؟ النوع هاد الناس هاد الصحابات شنو تقولي لهم؟ انا غنعطيهم واحد النصيحه خافوا الله راه كاين واحد النهار غنجي وغنموتوا
وغيبقى تذنب عليكم حياتكم كامله الا ما سمحتش لكم انا ولا ما سمحوش لكم دوك الناس اللي قصوهم وعانيتوهم في حياتهم. راه ربي ما عمره ما يسمح لكم. واخا يبقى واخا تطلعوا واخا نموتوا ونطلعوا عند الله انا بعدا ما غاديش نسمح. واخا يكون بقات لكم حسنه وحده باش تدخلوا ما غاديش نسمح لكم. وبالنسبه لاي واحد كيتضرب هادشي ابتلاء من عند الله وما عندنا ما نديرو. خصنا نصبروا حيت ربي ابتلانا والحمد لله والله ياخذ الحق. هادشي اللي غادي نقول حسيت بالحق راه خويا بزاف والله انا مرض نفساني مرض من الداخل ديالي وانا بغيت نعرف حقوق الانسان وحقوق المراه فين هي. ديال ان السيده خدات عام ديال اش عام هاد العام هذا ديالها وانا عندي ضربه فيها 11 سنتيم وانا تضربت ضربه خايبه وضربوني ثلاثه البنات كيفاش انا عندي الحقوق شنو جنحه انا واحد كيشفر تليفون كيعطيو 10 سنين راه حشومه هادشي اللي ولينا كنشوفو فهاد البلاد وهاد الحقره اللي ولينا كنعيشوها. علاش واحد مسكين كيشفر تليفون كتعطيو 10 سنين وحده تضربت في وجهها عاطينها عام؟ هادشي راه ما كيبغيش الله هادشي راه ما كيبغي لا ربي لا عبدو اللي كيديروا فهاد الشباب ديالنا وفهاد الشيء اللي ولينا كنعيشوا راه حشومه هادشي اللي كدير. والله ربي ياخذ الحق. وكنعطي واحد النصيحه للبنات ما تبقاوش تثيقوا وما تقولوش هذه صاحبتي هذه راه كديري فيها الخير وتقولي انها صاحبتي وتدخليها لدارك وتخدرك تخدر انت ما غتحسيش بها تخدر تحسدك على ابسط امور تقدر تحسدك حيت انت كتبغيوك الناس حيت انت بغيتي ما بغيتيش ديك الطريق الخايبه ما بغيتيش بزاف د الحوايج. انا كنصحك نصيحه تقول لك هذه صاحبتي وانت اختي صاحبتك هي امك من غير امك ما غتبغي لك حتى شي وحده الخير حيت النهار اللي غطيحي ما غتلقاي حتى شي حد غتلقاي امك هي اللي غتلقاي. راه والدينا كيغوتوا علينا وما ديروش هذا الشيء وما تمشيوش حنا حيت بالحكم ان حنا باقيين ما عارفينش وباقيين ما مجربينش ما عندناش تجربه كنقولوا راه غير كيهضروا غير كيف. ولكن النهار اللي كتجي فينا وكنحسوا كنلقاو بان فري والدينا عندهم الحق. والله يرحم لكم الوالدين. انا ما غنبغيش شي وحده توقع لها نفس المشكل. شنو طالبي اليوم لان شوفوا قلتي مغاربه انا نهضر شوفوا انا نهضر من القلب ديالي لانه اللي شي حاجه تنشوف شابه سالت حياتها كيف يعقل حنا تنعرفوا اليوم تنشوفوا دي يوتيوبرز اللي ولاو تيمثلوا افلام في السينما ولاو كيتعيطوا عليهم في دي سيت كون في رمضان كذا باش تقدر تكون موهبه. الموهبه كيخص انه تسقل يعني وتخدم باش انها تزيد القدام ونشوفوها كذا. اليوم تنشوف ان حياه هاجر حبسات مع هاد الضربه. نتمنى على انه كاين استئناف نتمنى انه في الاستئناف على انه حنا عندنا الثقه في القضاء اكيد ان القضاء المغربي قضاء نزيه ودائما مع المظلوم. نتمنى الاستئناف على انه يتخذ لها حقها لانه حياتها انتهت. شوفي حياتك سالات سالات اخويا بزاف دمرت لي حياتي لواحد الدرجه ما تصور. انا ما كنتش شد البنت هذيك انا كنت ديما ضاحكه وفرحانه وباغا نوصل بزاف د الحوايج وعندي اهداف وما خليتش المشاكل ديالي ديال الماضي ياثروا فيا. ولكن الضربه هذه اثرت فيا بزاف. انا واحد البنت اللي قويه وكنصبر راسي وبزاف د الحوايج ولكن باش تجيني الضربه في وجهي لا ما قدرتش نتقبلها. حتى خويا تنقول لك صافي راه حياتي مشات ليا باش تجيك انك البنت شنو البنت راه عندها غير وجهها. والله ياخذ الحق هادشي اللي غادي نقول والله انا ربي ياخذ ليا حقي. بعد قليل المشاهدين الكرام تشوف فين حنا مازال مع قضيه هاجر اصدقاء ديالها غيخرجوا عن الصمت ديالهم ويهضروا على هاجر ويكشفوا المعاناه اللي تتعاني منها هاجر بكل امانه وصدق ما قالت الى اوضاع ما خلاتش تثق حتى شي واحد. نتمناو على انها تغير هاد العقليات وبركه نبقوا ناديو في بعضياتنا. هاجر اكيد كاين قانون كاين قضاء نزيه مازال استئناف اكيد لعندك شي حق تاخذيه. على امل اللقاء بكم في فيديو مباشر اخر معين نقول لكم الا السلام عليكم. Thank you.